السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز ايفون 7. طبعا بتعرفوا هذا الجهاز اللي ما له بصمة. هذا الجهاز عملنا عليه تخطي على كثير ادوات، لكن اليوم بدنا نعمل له تخطي مع تشغيل شبكة. طبعا الجهاز ميد، وهي الطريقة تصلح لأجهزة الميد والجي اس ام، يعني لكل انواع الاجهزة. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك من القناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء بنفتح أداة وين رين ونعمل جيل بريك للجهاز. عملية الفتح كلياتها مع الجيل بريك بتاخدش دقيقتين. بنشيل الصح عن يو اس بي دي كي بالجهاز في وضع التشغيل، وبنعمل التالي. بيدخل الجهاز في وضع الريكفري. دخل الجهاز بوضع ريكفري، الآن بدنا ندخله بوضع الديفيو مود من خلال خفض الصوت والباور. بنضغط ستارت، بعد 3 ثواني برفع إصبعي عن الباور وبضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز بلش بعملية الجيل بريك. ننتظر لتتم العملية. زي ما شفتوا الجهاز بلش ياخذ الجيلي بريك. العملية سهلة جدا وسريعة، والأداة ممتازة جدا وسهلة بالاستعمال. العملية كلياتها يعني بتطلع على مدة الفيديو ما راح تكون 4-5 دقائق مع اللي بنحكيه. الجهاز خلص جيلي بريك واعطاني هون انه all done. زي ما شايفين اصداره 15.8 والجهاز جلوبال. كيف بدي اتاكد انه اخذ الجيل بريك؟ بفتح 3U Tools، بتاكد انه اخذ الجيل بريك بشكل ممتاز. شايفين جيل بريك يس. هون خلصنا من هاي الاداه. بفتح اداه اي كي برايم والجهاز شغال. فتحت الاداه، راح انسخ السيريال تبع الجهاز وفعله من الموقع. تم تفعيله. الان الخيار هو ماخذه تلقائي ايفون 7 7 بلس مباشره، والجهاز شغال. بضغط ستارت مباشره. بضغط ستارت. انا هيك يا جماعه خلصت. هلا الجهاز راح يفتح وراح نعمل نشبك فيه البطاقة ونعمل اتصال عشان نتأكد ان العملية نجحت 100%. زي ما شفتوا اعطاني done enjoy your device. تمت العملية، استمتع بجهازك ولا تنسى اللايك. وخلينا نجرب البطاقة الان. كبر لكم هاي هيك، ونشيل الشريحة. نشبك الشريحة بالجهاز. الجهاز عارفين ما عليه بصمة، بدي افعل خيار ايوه. والان بنعمل اتصال. طبعا جاب شبكة 100%، 1.6.1.6. نعمل سبيكر زي ما انتم شايفين. اشتغل الجهاز بشكل كامل. لو ضغطنا نجمة مربع 0.06 مربع جهاز سيريال نمبر بشكل كامل. هذا كان الفيديو لليوم.
إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وإذا ما عجبك الفيديو برضو بتضغط لايك. نراكم على خير إن شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.